نطلع نشوف بقى ايه اطلالتنا الصباحيه. هنطلع النهارده من كورنيش حلوان نتفرج بقى على الماء والخضره والوجه الحسن. شوف اطلالتنا الصباحيه. النيل اهو الجمال بقى. المنظر بجد حلو قوي 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 زي ما تعودنا الصبح دايما الميه الماء والخضره فعلا بيغيروا من نفسيه الواحد. حلوان طلعت حلوه قوي يا محمد. لا حلوان جميل. انا يعني شاكك برضه مش عارف حلوان دي ولا مش حلوان بس فعلا بس حلو قوي مشهد يعني. جميل وحلوان جميله كمان جميله بتاريخها. انتوا عارفين طبعا الساده المشاهدين اكيد عارفه اسماء الحلوان كانت مشهوره جدا بالسياحه العلاجيه زمان يعني كانت السياحه الاستشفائيه الناس بيروحوا في حلوان فمدينه جميله وهاديه طبعا دلوقتي الدنيا في تلوث وفي حاجه كده يعني بالظبط كان فعلا الناس كانت بتجيلنا من دول عربية وكانوا بيبقى فيه منطقة استشفاء ولكن بعد إلى حد ما متعمل في مجموعة مصانع نوعا ما بس اللي احنا شايفينه هما شايفين حلوة ده. أنا عايزين نعرف فين تحديدا بقى لأن حلوان فيها يعني أكتر من في عين حلوان وفي وادي حوف ده كورنيش حلوان وده كورنيش حلوان وحلوان كمان فيها مزارات مهمة جدا. أنا فاكر وأنا في الحديقة اليابانية كنت لسه هقول لك أنا الحديقة اليابانية أنت قريتي أفكار يعني كان لينا حد من قرايبنا هناك في حلوانة أسماء فكنا بنروح له في الأجازة أجازة الصيف كل سنة وبتبقى زيارة جميلة أوي الحديقة اليابانية جميلة جدا. أنا اللي فاكره دلوقتي التماثيل اللي هناك لسه موجودة المساحة الخضراء هل بقى موجودة بحلاوتها بتاعت زمان ولا اتغيرت؟ بس حلوان جميله زي ما احنا شايفين صوره رائعه في فتره من الفترات كانت مسكن يعني مرتفع جدا العظماء يعني كان كلها فيلل وكانت صحيح. كانت حي من الاحياء الراقيه جدا 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 في مصر الحقيقه. طبعا السنين اللي فاتت زي ما احنا قلنا التلوث اللي احنا مش بس حلوان بتعاني منه يعني محافظات كتيره المصانع اللي هناك يعني أضرت بشكل كبير حلوان.